مدرسة الفيوم الثانوية بنات لمتابعة عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور. نحن الآن داخل مدرسة الفيوم الثانوية بنات لمتابعة عملية التصويت على الدستور. يعني كما توضح الصورة، نحن في هذه اللجنة هناك زحام شديد من قبل الناخبين، وهذه لجنة مخصصة للسيدات ينتظرون لساعات طويلة من أجل المشاركة في عملية التصويت. هناك ربما يعني أحاديث جانبية تدور بينهم، لكنهم هناك حالة استياء بين معظم من يقفون في الطابور من السيدات من أجل المشاركة في الاستفتاء على الدستور. خالتي زينب، ازاي حضرتك؟ انت كل مره منتظرانا. ايه رايك بقى؟ احلى من الجزيره. ايه رايك بقى في اللي بيحصل ده في الاستفتاء والناس اللي جايه تشارك دي؟ بس ربنا يروق الحال ويكفينا شر اولاد الحرام ويصلح الحال للجميع يا رب، وينجح ويروق بقى من الهم ده، من المشاكل والمظاهرات والسنيين وده وده. ربنا يصلح حال البلد يا رب. خالت زينب، ايه مطالبك انت يعني بعد بعد الدستور؟ الشباب اللي قاعد عطلان، اللي مش لاقي ياكل، اللي مش لاقي يشتغل، اللي مش لاقي، وربنا يهدي النفوس ويروق الحال ان شاء الله باذن الله. يا رب باذن الله ان شاء الله. شكرا. يعني كما توضح الصوره، هناك حاله استياء شديده بين السيدات الذين يشاركون في عمليه التصويت من اجل الدخول والادلاء باصواتهم نظرا للضغط الشديد مع تزايد اعداد الناخبين الذين جاءوا منذ يعني اكثر من 3 ساعات من اجل المشاركه في عمليه الاستفتاء والمشاركه في التصويت على الدستور. اسالك حاجه، ايه اللي خلاكي حريصه واقفه لساعات طويله في هذا الطابور عشان تدي بصوتك في الاستفتاء؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ واقفه عشان ربنا يصلح الحال ويروق البلد والرخاء والحاجات الحلوه لبلدنا ولشبابنا، ويا رب يروق الحال. ودايما نقول نعم لمصر، مصر بلدنا، مصر بلدنا ومصر حبيبتنا، ويروق الحال ويرفع شانها يا رب. انت شايف حاجه، بتتابع المظاهرات اللي بتحصل في الميادين والناس اللي بتسقط من المصريين، ايه رايك في اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده غلط، واحنا المضرورين، احنا المصريين، احنا المضرورين. والله انا سايبه غسيلي وسايبه حالي وسايبه مالي عشان اجي اقول نعم، وربنا يروق الحال يا رب. هتقول نعم؟ حد قال لك قولي نعم؟ ولا انت تابعتي الدستور؟ حد قراه لك؟ الدستور ايوه ان شاء الله، ما حدش قال لي، انا تابعته الدستور وما حدش قال لي، وانا جايه. شكرا لك يا حبيبي. اسالك يا مدام، يعني احنا شايفين طابور طويل والناس يعني من كتر الانتظار يعني بدا ايه زي ما بقول الكل طفح منهم، يعني ازاي مصر تخرج من حاله الانقسام الموجوده فيها حاليا؟ يا ربنا يصلح حال البلد. يعني لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايوه احنا مش عايزين، ايوه حقيقة مش عايزين ده بيحصل اصلا، عايزين البلد تعدي على خير من الازمه اللي هي فيها دي طبعا، لان ده كله بيأثر على البلد، بيأثر على حال اقتصادها. يعني ما زلنا هنا في الطابور في اللجنه الانتخابيه في مدرسه الفيوم الثانويه البنات. انا جاي لك مخصوص عشان ايه؟ تقول قولي رايك بقى. رايك قريت الدستور؟ ايوه رايي في الدستور، الدستور كويس، في حاجات كتيره فيها فاهمينها، وفي بس هو في حاجه يعني ايه، في مواد في تيجي تقراها تحس ان انت بتتلخبط فيها، بس في النهايه برضه هو في حاجات كويسه جدا، زي طبعا زي ما هو بيقول لك ايه، عجله الانتاج، بدل ما كان العامل ان هو بياخد اجر بس هيبدا يشارك في ايه، في الانتاج، ماشي، هيحدد الحد الادنى والحد الاقصى الاجور والمعاشات، في حاجات كتير كويسه، وفي حاجات كتير تيجي تقراها زي اللي هي الماده بتاع 104 دي بتاع القانون، اللي هو قانون الرئيس اللي يصدره معرفش مجلس الشعب تلتقي، ده مش مفهوم، يعني معظم الشعب مش عارف يفهمه. ماشي؟ طبعا تيجي بقى هنا لسر العجله الانتخابيه مش ماشيه خالص، زي ما انت شايف كده، كل واحد جايب وكل واحده جايبه واحده معاه، وهم يعرفوها يدخلوها، احنا هنا من العصر، شوف دلوقتي الساعه كام دلوقتي؟ وانا ما ينفعش. ايه يا حاج، ايه رايك في اللي بيحصل؟ ايه اللي خلاك تيجي تشارك في لا علشان الدنيا تمشي، عشان الحال يمشي، ولادنا ولاد ولادنا يمشي يشتغلوا. خلاص انا كده، والدستور كويس كويس وكويس. خلاص يا مدام، يا مدام يا مدام يا معارضه،
يعني حرصك على المشاركه، قرات الدستور، هل الدستور يحقق يعني طموحاتك كامراه؟ طبعا اكيد احنا جينا عشان نشارك ونقول راينا سواء ايوه او لا. احنا جينا عشان نقول راينا، وقاعدين بقى لنا 3 ساعات ومصرين ان احنا ندخل وننتخب ونقول راينا فعلا. انا قريت الدستور كويس وعارفه انا هدخل اقول ايه. ملاحظاتك عليه؟ لا، في حاجات كتيره في الدستور لازم الناس تفهمها ولازم الناس تراجع نفسها فيها، ما ينفعش نقول عليها لازم، حاجات كتيره مش مظبوطه برضه. ازيك يا حاج؟ انت جاي لي النهارده تشارك في الاستفتاء ليه؟ جايين عشان الانتخابات بتاعت الانتخابات يا استاذ. جاي الانتخابات. انت من الفيوم، عاوز ايه؟ عاوز ايه بعد الاستفتاء ان شاء الله؟ لا الحمد لله، ربنا يصلح الحال يا عم ويهديك. بس ننتقل. السلام عليكم. انت منفعل قوي ليه؟ منفعله. احنا فينا مخ وفينا عقل. احنا لو عايزين نمشي صح، بدل الطابور اللي بقاله 4 ساعات كان المفروض يبقى جزئين جزئين ونخلص. بس هو ده. حتى يعني احنا دلوقتي لو ما جيناش وشاركنا، مش انتوا بتقولوا الناس بتقعد في البيوت وما بتشاركش؟ طب ما احنا جايين ورانا بيوت، المفروض كانت تبقى على جزئين، يعني بدل لجنه واحده كده وطويله يبقى في لجنتين، يقسم اللجنه دي على اثنين عشان الناس ما تقعدش. بقالك كام ساعه منتظر؟ من الساعه 4 قاعده هنا. الساعه دلوقتي كام؟ ايه يا حاج انت جاي الصوت اللي بيسمع؟ نعم. هقول نعم. ليه طيب جاي الصوت اللي بيسمع؟ عشان البلد تعدي والناس تفوق بقى. ننتقل الى داخل اللجنه الانتخابيه هنا في مدرسه الفيوم الثانويه بنات لمتابعه العمليه الانتخابيه. اسمح حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا سعاده المستشار؟ ازي ما عليك؟ الله يخليك. سعاده المستشار، يعني خارج اللجنه في حاله من الغضب بين الناخبين، وكانوا بيطالبوا انه يعني بدل ما في طابور واحد يمتد لاكثر من تقريبا 500 متر انه يكون في اكتر من لجنه عشان يخف الضغط شويه. والله على حسب قرار اللجنه العليا، بانه يعني نظرا لقله عدد القضاه، نظرا لقله عدد القضاه تم ضغط عده لجان في لجنه واحده، يعني المفروض اللجنه قوامها 1500 ل 2000 صوت اصبحت 6000 صوت. ده بسبب يعني قله عدد القضاه ولا ايه؟ ده بسبب اعتذار بعض القضاه لهم وجهه نظرهم انهم لا يشرفوا، فكل واحد بنحترم وجهه نظر بعض، وكل واحد يعني انه يشارك في الواجب الوطني او يمتنع عن اداء واجبه، هذا حقه. طب سعاده المستشار حمدي، يعني حضرتك يعني تتابع ما يجري داخل اللجنه الانتخابيه، يا ريت يعني حط المشاهد ايه الاجراءات اللي بتتبعها. يعني اتفضل. الاجراءات اللي بتتبعها الناخب داخل بيكون يعني غالبا بيبقى معاه رقمه من بره، بوجهه للكشف الخاص بيه، بيوقع فيه او الغير متعلمين بيبصموا، وبعد كده بياتيني بيبعته الموظف المختص ليا، بيبقى كاتب اسمه. يعني انا متفق مع الموظفين على نظام نظرا لقصره الاعداد، انه كل موظف عنده مجموعه من الاسماء بيبعت لي اسم، بيكتب اسمه على الورقه اللي بعتها الناخب على اساس اديله ايه ورقه التصويت، بيذهب ورا الستار فبيدلي بصوته، وفي موظف متابع جنب الصندوق على اساس نظر لخسره عدد، حتى لا في غفله من الزمن احد الناخبين يعني ايه تسول له نفسه ان ياخذ ورقه فيضعها في جيبه. فده مستحيل طبعا انه يحصل. عشان كده ازاي تضمن خلف هذه الستاره؟ ازاي تضمن ما حطهاش في جيبه؟ لا، ما انا متابع، يعني انا متابع ومعايا موظف متابع ورا يعني باصين كلنا على ورا. انا احس ان في بعض الناس اللي هم ربما يعني لا يجيدوا القراءه والكتابه، مش عارفين يعني ربما متخذين القرار نعم او لا. نعم. اتفضل. حضرتك مضيت عند مين؟ يا استاذ سيد. طيب ثاني معلش. انا معاليك، يعني هناك بعض ربما كبار السن لا يجيدوا القراءه والكتابه، ما يعرفوش مثلا كلمه موافق وغير موافق، يعني ازاي تساعدهم في هذه الحاله؟ اللي بيجي بقول له ادي كلمه موافق وادي كلمه غير موافق، واقول له ادخل ورا الستار وامسك القلم واعلم اي علامه تدلنا على انك اديت بصوت. يعني جات لكم التعليمات ان التصويت لحد الساعه 11 مش كده؟ تمام. سعاده المستشار، يعني سؤال ايضا متعلق بعمليه الفرز، الفرز سيتم داخل هذه اللجنه الفرعيه؟ داخل اللجنه الفرعيه ان شاء الله.
طب ايه الخطوه اللي بعد كده ان شاء الله؟ الخطوه بجمع الاصوات، عدد الموافقين وعدد غير الموافقين، وفيه نتيجه بتعلن على مقر المدرسه، والنتيجه الثانيه بتسلم للجنه العامه. طب يعني نحن الان تقريبا يعني الساعه 6 مساء، عدد الناخبين المقيدين في هذه اللجنه ومن ادلى بصوته حتى الان؟ 5867، من ادلى بصوته تقريبا 1200 صوت حتى هذه اللحظه. يعني في 1200 بره كده؟ الله، احنا قاعدين لهم للصبح او لبكرة، ما فيش مشكله طول ما في حد داخل المحيط الانتخابي بتاع المدرسه، انا ملتزم ان انا امكنه من اداء صوته. شكرا. يعني ننتقل الى الناخبين، اسمح لنا ننتقل الى الناخبين. يعني طب اترككم الان مع هذه الصور التي تاتي مباشره من داخل هذه اللجنه الانتخابيه لمتابعه سير العمليه الانتخابيه اولا باول من داخل احدى اللجان الانتخابيه في مدرسه الفيوم الثانويه بنات، حيث تتواصل عمليه التصويت في الاستفتاء على اول دستور لمصر عقب ثوره 25 من يناير. ننتقل مجددا الى الطوابير التي تنتظر خارج اللجنه الانتخابيه، وهي لجنه مخصصه للسيدات. بقى لك كم ساعه منتظر يا حاج؟ نعم، بقى لي يجي ساعتين ان شاء الله. بقى لي ساعتين. طب يعني انتظره طويله وواقفه كده ليه؟ طيب ايه السبب خليك كده؟ عشان ننتخب. عشان ننتخب ليه؟ كده عشان الدستور. ليه؟ طب ايه رايك؟ ما واجب علينا. واجب وطن يعني. واجب وطن ان شاء الله، عشان ما نتحاسبش يعني تسيل عليه. شكرا جزيلا. يعني ناخد اراء ثانيه من الناخبات التي ينتظرن لساعات طويلة هنا في مدرسة الفيوم الثانوية بنات من أجل المشاركة في عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور. السلام عليكم، ازيك يا مدام؟ ايه اللي خلاكي تقف في الطابور الطويل ده وتنتظري؟ بقالك كام ساعة منتظر؟ من الساعة 3. الساعة 3؟ بنتظر عشان انتخب أدي صوتي البلدي. شايف ان صوتك ليه قيمه المره دي؟ لا، هو ليه قيمه كويسه الدستور. اللي خلاك حسيت انه ليه قيمه الصوت؟ يعني طالما هيدينا حقنا خلاص هناخد حقنا. ايه الحقوق اللي انت عاوزاها بعد الاستفتاء ان شاء الله؟ عايزين بس الاستقرار، مش اكتر مش اكتر. ازيك يا حاج؟ ازي حضرتك؟ انت من الفيوم نفسها ولا منين؟ طب ايه بعد الاستفتاء انت متفائله ان شاء الله الامور تهدى وتستقر، ولا خايفه شويه؟ لا طبعا ان شاء الله الامور تستقر ونشوف البلد عايزها ونرتاح بقى، نفسنا نرتاح بقى ان شاء الله. ازيك يا حاجه؟ انت واقفه من بدري. ايه اللي خلاك تتحملي التعب ده وتجي تقفي ليه؟ علشان ربنا يجيب العقبه سليمه للشباب اللي طالع مش لاقي حاجه. لازم نعمل كده عشان الناس تاكل وتقف على حيلها. يعني الغلابه غلابه يا ابني، وربنا يصلح الحال لكل. قال لي خلينا واحده زيي في سني تقف. انت كم سنه يا حاجه؟ 72. ربنا يديك الصحه يا رب يخليك. انت من الفيوم؟ من هنا؟ من الفيوم، من مساكن الشيخ حسن. قاعده هنا. يعني انت من المنطقه الشعبيه الجميله ديت؟ ايوه يا عسل، انت اللي عسل، انت اللي عسل. انا بلدياتك على فكره. والله يا ميت فل يا ميت فل. بقول لحضرتك، طب انت عاوز ايه بقى؟ عاوز ايه ان شاء الله من المسؤولين بعد الاستفتاء على الدستور؟ يا ابني ربنا يكرمنا ويكرمهم معانا، والناس تقف على حيلها، وما تلقاش حاجه وحشه تقف قصادها، والناس عايزه من الدنيا غير كده، وربنا يروق الحل لكل. يا حبيبي احنا عايزين من الدنيا غير كده. طب يا حاجه، انت بتتابع اكيد التلفزيون وشوف المظاهرات، بتشعر بايه انت وشوف مظاهرات وبيحصل اصابات وفي النهايه كله مصريين؟ بندعي لكل، ربنا يكرمهم، وبنزعل ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالم. احنا عايزين امن الدنيا غير كده، احنا انتهيت على كده، انا في الشباب اللي طالع. ان شاء الله يخليك يا حبيبي، وربنا يكرمك ويكرمنا معاك، وربنا كبير. ان شاء الله يخليك يا حبيبي، ان شاء الله يخليك يا حبيب قلبي. انت بتاخد معاش ولا لا؟ باخد معاش ابني متوفي، وباخد معاش جوزي بس، والحمد لله. الحمد لله. كم بقى المعاش بتاعكم؟ معاش ابني 124. وجوزك؟ 117 ونص. يعني كله مش مكمل 250 جنيه. الحمد لله ورضا. هو ده دخلك الرئيسي يا حاج؟ ايوه يا ابني. مفيش غيره؟ ورضا اللي يجيبه ربنا. معاكي اولاد في البيت ولا؟ معايا اولادي، ربنا يخليهم. اللي بيحنيه بيحن عليا. يعني ناس معاها ملايين؟ ايوه. وناس مش لاقيه تاكل؟ الحمد لله يا ابني رضا. الحمد لله. الحمد لله. انا ربطتهم يوتا ما وجوزتهم، والحمد لله. ربنا
ربنا يديك الصحه. ان شاء الله يخليك يا ابني، ان شاء الله يخليك. السلام عليكم. الله يسلمك. انا بسال سؤال، انت متابعي اللي بيحصل بين النخبه حاليا من خلافات، ايه رايك بينهم؟ ازاي نوفق بينهم وازاي نوحدهم؟ وربنا يروق لنا الحال، واحنا جينا عشان نقول نعم لبلدنا ولاولادنا، وربنا يروق لنا الحال ويروق لنا البلد يا رب، وربنا يروق لنا البلد عشان خاطر اولادنا وعشان خاطر اهلنا وناسنا وعشان بلدنا وعشان مصر تبقى بخير. ادي اللي احنا طالبينه منهم، مفيش غير كده، وربنا يروق لنا الحال. يعني المطلوب من الرئيس مرسي عشان يوحد الصف تاني، في انقسام دلوقتي، في انقسام في فوق في النخبه في الشارع المصري، ازاي يوحد الناس دي مع بعضها تاني؟ ربنا يبقى الناس تستقر مع بعضها تبقى حلوه مع بعضيها، يبقى كلنا واحد مع بعضنا. ايوه يبقى كلنا واحد، وربنا يبارك في محمد مرسي، وربنا يروق له الحال، وربنا يقف معاه، وربنا يروق لنا الحال ويروق لاولادنا الحال، وربنا يروق لنا كلنا. ننتقل الى مكان اخر في هذا الطابور الطويل، هنا في مدرسه يعني الثانويه، مدرسه الفيوم الثانويه بنات، هذه لجنه مخصصه للسيدات. فين الست اللي عامله الزعه دي؟ ها؟ السلام عليكم. ها؟ انت الزعيمه؟ انت اللي كسرت كل حاجه؟ لا يا عم، زعلان، هدي اعصابك شويه. بالراحه بالراحه. بالراحه بالراحه بالراحه. بالراحه بالراحه يا مدام، بالراحه يا مدام. ما زلنا يعني نتابع عمليه الصوت، وكما توضح الصوره هناك زحام، زحام شديد على هذه اللجنه الانتخابيه هنا، على الرغم من مد اللجنه العليا للانتخابات عمليه التصويت حتى الساعه 11 مساء، الا ان هناك قناه الجزيره. البطء اللي احنا شايفينه النهارده ده مقصود 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 لتعطيل الدستور، ملهوش حل. لك حضرتك احنا واقفين بقالنا اكتر من ساعتين، يعني ورانا مصالح، يعني قصدهم من ايه ان الطابور يبقى بالمنظر ده؟ كان ممكن يتعمل لجنه تاني حضرتك، من اذان العصر واحنا هنا، احنا ما وراناش مصالح ولا ورانا مشاغل، وفي ناس كتيره من اللي واقفين زهقوا ومشوا من كتر الوقفه اللي احنا واقفينها. تانية او لجنة زي المشابهة هناك دي كانت حلت الأزمة، ولا المنظر ده صح ولا غلط؟ بس في مشكلة في عدد القضاء، عدد القضاء، في عدد كبير من القضاء اعتذر فضموا لجان مع بعضيها، هي دي المشكلة. لا مهما كان، طب ما في، مش انتوا عاوزين اشراف قضائي؟ ايوه طبعا، عارفه ان في اشراف قضائي، في نقص في القضاء، كان ممكن المشكلة دي اتحلت وتجاوزوا عنها برضو. ربنا يعني ما زلنا نتابع العمليه الانتخابيه هنا في مدرسه الفيوم الثانويه بنات، زحام شديد للغايه هنا في هذه اللجنه الانتخابيه التي يوجد بها نحو 5800 صوت. اتفضلي يا حاج. عايزين الدكتور مرسي يبص للغلابه شويه كده وربنا ينصر. ايوه يعني خلي بالهم ناس الغلابه، يراعيهم كده عشان الشعب يبقى، عشان الشعب يعني برضو يعني ما يزعلش منه، بس كده الشعب برضو بيزعل منه. يعني بقول الدكتور مرسي مش مخلي باله من ناس الغلابه. ايوه ايوه يعني يخلي باله من الغلابه، يراعي الناس الغلابه برضو، خلي باله من الناس مطالب الغلابه. ايوه ده الناس المطلقه دي ما بتاخدش حقها والله. في ناس مطلقين كتير وناس هجايل كتير. ده يعني برضه العام ده المعاش ده. ايه عاوز تقول يا مدام؟ لما انا شغاله في الثانويه بنات لو سمحت. طب تعالي قرب شويه. ايه مالها الثانويه البنات؟ شغاله في الثانويه بنات من 92 وما خدتش حقي. على ايام الرئيس ده. اعمل حاجه، دي لجنه سيدات. على ايام الرئيس لو سمحت. طب وسع وسع طيب. وسع. ما عرفتش اتكلم ودلوقتي انا ما خدتش حقي. من 92 خدوا ناس مش شغاله في البيوت وانا شغاله ودلوقتي ظلمونا، يبقى حرام. انا وناس كتيره. شاركت في الاستفتاء ولا لا؟ ايوه والله، او لسه معلم على ايدي اهو، يعني قلنا نعم ودخلت على الرئيس اللي هو دي ده، قالوا هيجيبوا لكم حقوقكم وهيساعدكم في كل حاجه. انا ما عمريش انتخبت الرئيس وانتخبت الاخوه اللي هم الدقن دول، ما حدش عملوا لي حاجه خالص، ولا دول ولا دول والله، ما حد عمل لنا حاجه. عايزين بقى يراعوا الناس دي ويراعوا الغلابه. حرام قلت نعم ربنا والله، قلت نعم. انا يعني ما كنتش هاجي ولا اقول لا ولا اقول نعم، بس انا قلت لا. ابني قال لي لا روحي عشان يصلح حال البلد والناس اللي بتموت دي. طب انت بقى يعني ايوه حاضر حاضر، قريت الدستور؟ ايوه قريت الدستور، انا جوزي راجل مدرس
وانا معايا دبلوم وقاعده في البيت ومعايا ست عيال، بس انا لازم اقول نعم عشان البلد حالها ينتظم، لانه ما عمرهمش هيعملوا حاجه تضرنا اساسا. احنا كناش بنشوف حد يصلي في الجامع، لان الريس بيدخل يصلي في الجامع كل جمعه. معايا ست عيال جوزت عندي 17 سنه. طب انت قرات الدستور؟ ايوه قرات الدستور. طب ايه رايك، ايه رايك في الماده المتعلقه بالزواج، يعني سن الفتاه عند الزواج، ايه رايك فيها؟ لما يكون ابوها عارف، انزلي، لما يكون والدها عارف ان هي هتصلح للجواز مش هيعمل فيها حاجه غلط، احسن ما تمشي في الغلط وتكتب عقد عرفي. لكن لما يكون ابوها عارف ان هي مزاجها بالتعليم وهتصم عند رايها، فمن حقها ان هي تستنى لحد ما تعمل. يعني انت شايفه الدستور ده عطى المراه حقها؟ ايوه عطى المراه حقها. الست اللي عايزه تتجوز يبقى معاها حقها، احسن ما تمشي في طريق غلط، واهلها يبقى موافقين عليه، احسن ما يعملوا يكتبوا ويعملوا حاجه غلط. وكده كده الاب لما بيعرف ان بنته عايزه تتجوز فهو بيجوزها، والبنت لما بيبقى في دماغها الجواز مش في دماغها التعليم فبتتجوز، ما بترتبطش بسن. طب انت في التصويت اتاثرت بالحملات الاعلاميه اللي هي بسوا للدستور ولا انت؟ وست مسلمه، ايوه قرات الدستور وست مسلمه، حتى لو انا مش بعرف اقرا والناس الجاهله اللي ما بيعرفوش يقرا، فهنعرف ناخد اللي قدامنا ده القدوه، لان ده الناس مسلمين واحنا لازم نمشي زيهم. شكرا جزيلا. يعني اترككم الان مع هذه الصور التي تاتي مباشره من داخل اللجنه الانتخابيه الموجوده في مدرسه الفيوم الثانويه بنات، حيث تتواصل عمليه الاقتراع، وهناك يعني اقبال كثيف للغايه في هذه الاثناء على صناديق الاقتراع. دي بنتك؟ بسم الله ما شاء الله. اضربكم مع هذه الصور التي تاتي مباشره الاقتراع الساعه 11.